السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأفاضل الكرام، نعمت مساء في هذا اللقاء المباشر بخصوص واحد النوعية ديال الكوتشين اللي يطلق عليها كوتشين أزواج، كوتشين دو كوبل. واليوم إن شاء الله رب العالمين هو لقاء أولي تقديمي لهذه الدورة، اللي من خلال يعني التعاطي ديالها مع العناصر ديالها غادي تبين لجميع الأطراف، سواء المقبلين على الزواج ولا المتزوجين حديثا ولا قديما ولا اللي في حالة ديال الفراق أو حالة ديال نزاع أو غير ذلك. إذا هاد الكوتشين دو كوبل يعني هو نوع من الكوتشين اللي غادي نشوفه الآن في العرض إن شاء الله الآن بعد قليل. هو يعني هي مرافقة، هي توجيه، هي نوع من التوعية، هي لا ميز اون ايفيدونس، يعني بمعنى يعني الأشياء التي قد تكون في منطقة يعني المظلمة لدى البعض منا، سواء كان قبل الزواج أو أثناء الزواج أو بعد الزواج، فهي بحاجة إلى تنوير، بحاجة إلى يعني واحد نوع ديال تسليط الأضواء على مجموعة مناطق مظلمة اللي كتجعل أننا من العلاقة ديال الزواج أنها تأخذ المسار ديالها الطبيعي وتبان أنها فعلا علاقة تستحق الاهتمام وتستحق فعلا الإنسان أنه يعطيها من الوقت، يعطيها من الجهد، يعطيها من العلم، يعطيها من الاهتمام اللي يجعله أنه فعلا يعيش حياة سعيدة. ودائما كنا كنقولوا الفريق التدريبي ديال مركز قرات أعين مع الفريق التدريبي ديالنا كنقولوا دائما أن الزواج عموما أنه إذا لم يساهم في ترقية الإنسان إلى ما هو أحسن فهو ليس بزواج. إذا بمعنى أننا نحن بحاجة إلى العلم، والعلم دائما نور، ولذلك يعني في العلاقة الزوجية نحن بحاجة أكثر وأكثر، وهو أمر آكد أن تتنور عقولنا ونفوسنا وسلوكياتنا، أن تتنور بالعلم النافع لكي نسلك طريق السعادة وطريق الاستقرار وطريق راحة البال والسلام الداخلي الذي نبحث عنه جميعا. إذا اليوم أحبابي الكرام يعني غادي نبداو وغادي نعتبروا غادي تكون لقاءات أخرى طبعا. اليوم عندنا تقريبا قرابة الساعة، مع العلم أن مشاش الوقت في هذا الشيء الأبليكاسيون الجديدة، ولكن الحمد لله شيء مهم جدا في اختيار الفريق لهذه الأوبسيون الجديدة باش تعطينا الوقت أطول، وممكن أننا ما نقطعوش التواصل معكم حتى تشفون غليلكم بأسئلتكم وتأخذون ما تريدون من خلال التواصل حول هذا الموضوع الرائع، وهذا الموضوع فعلا الحيوي الذي يتعلق بحياتنا وبمسار حياتنا عموما. إذا أنا أعطي الكلمة لسيدي حسان السكا، الدكتور الكريم المؤلف والكوتش والماستر كوتش المعروف الذي نفتخر في مركز قرة أعين لانتمائه لهذا الفريق وهذه الكوكبة التي تسعى من خلال العطاء العلمي والتقاسم النافع مع من يهتمون ومع من يرغبون ومع من يعني يتطلعون إلى حياة أفضل وإلى يعني مسار يعني أسمى في حياتهم. والبداية مع السي حسان له الكلمة، وسيكون لي تعليق بعد كلامه إن شاء الله رب العالمين. كلمة لك السي حسان، فلتتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. شكرا سي بوهو، شكرا للاخوه الاخوات الكرام، شكرا على تلبيه الدعوه. فعلا هذا كوتشي الازواج اللي هو موضوع اللي شهور وحنا سي بوهو تنقولوا امتى نطلقوا، وكاين فعلا مجموعه ديال الاخوه الاخوات اللي طلبونا باش يدار هذا الكوتشي الازواج، تنقول لهم هانتظرونا ان شاء الله راه غادي يتلونصا، غادي يتلونصا، يوصل وقته يتلونصا. اخواني اخواتي الكرام، العرض تيبان مقاسم معكم ياك؟ نعم. دونك باش نعرفوا ندير لافي باش يبان لينا فين تنخدموا في كومباكت مزيان. دابا العرض تيبان لكم الساده الكرام. دونك هنا مهما تنطلقوا وبين نخدموا كوتشي الازواج، حيت راه كاين خلط اخواني اخواتي كاين في مجموعه ديال الاشياء ما تنعرفوهاش. دونك هنا شوفوا معايا هاد الصوره اللي غنطرح فيها واحد السؤال، السؤال اللي غادي نطلب منكم بانه شنو الفرق بين الكوتشي الشخصي وكوتشي الازواج؟ شكون يقدر يجاوبني؟ شنو الفرق بين الكوتشين الشخصي وكوتشين الازواج؟ باش نخليو الحوار، اللي بغى يجاوب ممكن
السلام عليكم عليكم السلام مجموعة ورحمة الكريمة. الله تعالى وبركاته أستاذ الكريمة. أعتقد كوتش إنه الكوتشين الشخصي يعني كيكون الهدف ديالو كيكون مساعدة الفرد على تحقيق مثلا كتكون أهداف شخصية مهنية ثقة whatever. الكوتشي الأزواج كيحسن يعني الهدف ديالو الرئيسي كيكون تحسين العلاقة الزوجية أو ما بين الشريكين. الجلسات ديالو كتكون شخصي كتكون جلسات غالبا فردية، نعم وبالنسبة لكوتشي الأزواج كتكون الجلسات ديالو بشكل مشترك يعني بين الشريكين. نعم 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 هو شكرا. نيش يعني نيش من الكوتشين الشخصي يعني يعتبر فعلا هو نيش من لايف فعلا كوتشين. فعلا فعلا كاين شي مداخلة؟ شكرا للأستاذة ابتسام. شي مداخلة أخرى أو شي أستاذ اقتراح؟ حسن وي أستاذة كريمة مرحبا. الله يبارك فيكم. كما قالت الأخت تقريبا أنا كنفهمه بهذا الشكل، هذا فردي موجه للفرد، شخصي موجه للفرد. كوتش الأزواج يعني راه غادي نشتغلوا بحضور الطرفين معا. وي نعم نعم طرفين معا مزيان، يعني نعم فعلا طرفين معا. بلينا الفرق، فعلا بلينا الفرق، حيت حنا دابا لا بليبار فيكم راه داروا الكوتشين اون جينيرال، ومن تنتكلموا دائما على الكوتشين تنتكلموا اول شيء باش نخرجوا حنا على ذاك النمط ديال الارشاد الاسري ولا الارشاد الزواجي باش نخرجوا عليه، لانهم تنقول الارشاد او الاستشاره اللي خاصه بالاسره او بالزواج هذاك راه ذاك لا بيغسون، حتى العلاقه اللي تتكون بينه وبين ذوك الاشخاص اللي هو المسترشد او المستفيد كي تنسميوه بانه تيكون من الفوق للاسفل. اما حنا ملي تنتكلموا دائما على الكوتشين تنتكلموا على واحد العلاقه متساويه، يعني ملي تنتكلموا هو فعلا تيكون شخصي، تيكون واحد الحوار اللي تتكون فيها واحد العمليه واحد البروسيس اللي تنخدموا عليها، يعني باش نطور ذاك الشخص باش يركز ذاك المستفيد اشنا هي الصوره اللي بيمشي ليها لقدام، شنو الهدف اللي بيمشي ليه. ومني كي قلنا اخوانو كي قلتوا ملي تنتكلموا على كوتشي الاجواز يعني اشنو تنقولوا العلاقه، يعني الزوج حنا شنو تنقولوا نقدروا نوصلوا فيها اربعه العلاقات ديال الذاكره، اما تيجيو بجوج راه فاهمين، اما تيكون واحد فاهم والزوجه ما فاهماش، اما تتكون الزوجه فاهمه والزوج ما فاهمش، اما ما فاهمينش بجوج، يعني في الامور ما فاهمينش اش وقع في حياتهم، ما فاهمينش اشنو هما التحديات اللي عندهم. دونك هنا في تنقولوا راه حتى العلاقه وهي تيكون واحد العلاقه اللي تنقولوا تتكون علاقه اللي هي اسمى واعلى، اللي تتكون العلاقه بينه وبين الله، الا تصلحات راه تيتصلح كل شيء، هذه راه تنقولها. ولكن هاد التحديات اللي عندنا مهما تنتكلموا على الكوتشين الازواج راه شيء اخر اخوانا اخواتي الكرام. دونك اشنو تنتكلموا هنا؟ ملي تنتكلموا على كوتشين الشخصي تنتكلموا على الشخص والذات ديالو، فعلا الا فهم نفسه يقدر يفهم لي زوطر. ودونك ملي تيوليو جوج راه تيولي شيء اخر اللي بغينا نتكلموا عليه وبغينا نشوفوه. وبغيتكم عاوتاني عافاكم شوفوا لي هذه الصوره. دابا الزوجه 50% والزوج 50%. اشنو بان لكم التعليق ديالكم على هذه الصوره؟ يلا سيدة. أستاذ حسن. نعم. نجاح العلاقة الزوجية هي نعم. سير قولي حرة في التعليق ديالك، ما عندناش عليك خط ولا عليك صح، عندنا رأي، كل واحد يبدا الرأي ديالو. سير أستاذة. نعم إذا قلت نجاح العلاقة الزوجية هي 50% المساهمة ديال الزوجة، 50% المساهمة ديال الطرف الآخر الزوج، يعني كيتقاسموا هما بجوج، العبء ما كيمكنش يكون على واحد فيهم دون الآخر. شكون اللي بيزكي الكلام ديال الأستاذة رشيدة وشكون اللي بيكون يعني ضد الكلام ديال الأستاذة رشيدة؟ لا نزكي كلام الأستاذة رشيدة. مزيان، كاين سؤال آخر نطرحه، واش هذا الجهد أو المجهود المبذول من الطرفين يعني الزوج والزوجة واش دائما تيكون تساوي 50-50%؟ كل واحد بيرجع لراجلو، كل واحد بيرجع لمرتو. في الواقع لا، ما كيكونش دائما، كيكون نسبي. دونك علاش؟ دونك تيكون نسبي، وشنو اللي تيخلي ذاك المجهود ما تنتحاسبوش عليه؟ يعني هو تيقول لك في الكوتشي الازواج كيفاش حنا نستطيعوا باش نبنيو واحد المساحات مشتركه، واحد السباس اللي حنا مشتركين، حنا راه واحد. وحنا تنلاحظوا دابا في هذا العصر ما بقاش هذه القضيه كاينه، ولكن عند الاباء ديالنا والجوده كانت هذه القضيه. دونك حنا مهما قلنا اخواني اخواتي الكرام، هذا الجهد المبذول من هذه الاطراف من الزوج والزوجه
راه ماشي دائما تيكون مساوي الا ملي تاتي ذاك الدور ديال الحب والرحمه والموده. دونك تيولي هنا احد الازواج يقدر يتحمل الاخر في التقصير ديالو في هذه لواحد الفتره، ولكن الا كانت ديما واش نمشيو ولا نبقاو واقفين بلاصتنا؟ الا كانت ديما عطات لاحظوا راه الحوار، انا عييت هذا الشيء بزاف عليا، هذه انا كان بعض الازواج ومن باب النقاش اللي تناقشوا في الدورات تيقول لك راه بعض المرات انا الزوج ديالي مثلا تنجي انا اللي تنكسي ونجيب لي قومي جا وهادي وهادي عجبني نتقدا هكا، ونهار تكون شي عارف تيقول شكون قال هذيك؟ انا قلت لك تقدي ليا، ما قلت لك انت اللي بغيتي. والمرات تقول لك واه شوف، ولا بعض المرات يعني تيكونوا خدامين بحال بحال، يقدر كاع هو يكون الصالير طالع وهي ما طالع والمسؤوليه عليها، يعني تيكونوا مجموعه ديال الاشياء واش مفاهمين عليها، ولا بنادم ديالي واحد الخضوع تيقول لك انا ما قادش باش نوض صداع. دونك هنا فين تناقشوا، ملي تناقشوا كل شيء الازواج، راه ما تناقشوش اخواني اخواتي الكرام الارشاد الاسري او الارشاد الزواجي اللي تنقولوا او الاستشاره، راه شيء اخر. شكون يقدر يكون يعطيني هنا الفرق بين الارشاد الاسري والارشاد الزواجي؟ شكون من الاخوه الاخوات باش 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 نتحطوا حنا في السكه، خاصه ملي نبغيو نخدموا كل شيء يعني الازواج. وكاين تيسمي كل شيء كوبل ولا كل شيء غولاسيوني، كاين تيسمي تا غولاسيوني ديال لي كوبل. استاذ حسن، وي استاذه، انا راه مدهيه، انا راه مع الاخوان اللي راه بغاو يدخلوا، راه ما دخلوش، انا راه معاهم دابا كنقيديهم عليها ما كنجاوبش. راه اليا دي بيرسون كيطلب لهم ليدونتيفيون. لا ما كاين لا ايدونتيفيون، علاش خليتو نتوما بلا ايدونتيفيون؟ ايه انا حيت درت داك، اسمح لي باش ما نقاطعلكش، انا داك ارجع عندهم باش لا هنا دايرين واحد لوبسيون، دايرين 20 مينوت 25 مينوت لتعطل الواحد يقدر ما يقبلوش، ولكن حنا محيدينا. اوكي انا نعاود نشوف. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام استاذ الكريمه، كيفكين؟ مزيان الحمد لله، نشكر على الاستاذه نبيله. دابا دخلت سلامتك. مرضني والله، ولا مرضني بسم الله. كيقول لي اذا وصلت نخرج لكم لا زون كونفور. جوستومون، ديما دخلها، ما بقاش يدخلها هذا ايدونتيفيون، خليه دخل ايدونتيفيون حتى جي انستالي لابليكاسيون. لا خصك انستالي لابليكاسيون باش 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 تدخل بسهوله. لا هذاك تدخل بسهوله. عاد التطبيق هذا دابا نوري الاخوان في الكلوب، راه غنوريهم في الماستر كلاس، غنوريهم كيفاش يتحكموا. ممكن تحكم، باش عجبني انا تحكم حتى في القاعه قسم قسمين، ممكن حتى تقطع لي الانترنت تخليها ساعه محلوله، قبل نقطع ربع ساعه ساعه، المهم على حسب باش الناس يناقشوا، ولا كنت خدام مع تلاميذ ولا شي حاجه نقطعها تقسم. كاين اخواني شي واحد ديزاكتيفي لو صم، عرفتي عرفتينا ليكم. دونك شنو هو الفرق بين الارشاد الاسري والارشاد الزواجي باش حنا ندخلوا في المعمعه ديالنا؟ نقدر نجاوب؟ لا جاوب استاذه مرحبا. داكو، الارشاد الاسري كل ما يهم الاسره، يعني كاين يقدر يكون داخل فيها الزوجان، يقدر يكون داخل فيها الاولاد. اما الارشاد الزواجي يهتم بالمراه والرجل فقط. وي وي وي، فعلا 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 فعلا، الارشاد الاسري قالت الاستاذه يدخل فيها الاسره، يدخل فيها العلاقه ديال الوليدات ديال الاب ديال الام، والارشاد الزواجي كيدخلوا فيها غير هما بجوج. وي، كاين شي مداخله اخرى؟ استاذ السلام عليكم، اضافه اللي ما قالته الاستاذه نبيله بالنسبه للاسره، راه كيدخلوا حتى يمكن حتى الجد والجده، لان كاين اشياء اللي فعلا هذاك الشيء اللي فعلا فعلا انا ما سمعتهاش. صافي اوكي. لا انا اللي قلتها هي ما قلتهاش. يعني لا يعني استاذ، يعني هي كاينه، يعني الاسره النوويه الممتده يعني كيدخل فيها الاسر كامله، لان اي حاله كتجيب والا كتديك من الاب والام والجد والجده وانت ماشي باش كتعرف المشكل منين كيجي. فعلا دونك هنا باش ملي تنتكلموا على الارشاد الزواجي، يعني فعلا الارشاد هو حنا ملي تيجي عندي، يعني انا كمرشد تنقدم ليه واحد المشوره، تنقدم ليه واحد الدعم، تنقدم ليه واحد التوجيه، سواء الازواج اللي مجوجين، سواء الازواج المقبلين على الزواج، والازواج اللي كي قلنا اللي مجوجين. علاش؟ اشنو الهدف من هذا الشيء؟ باش تحسن ديك العلاقه الزوجيه بيناتهم، باش يتحلوا حتى دوك المشاكل كيف ما كانت المشاكل. وملي تنجيو مثلا الارشاد حتى هو فعلا تقدم فيه المشوره تتعلق دائما كيفاش حتى هو نخلقوا واحد التواصل بين الازواج، وكيفاش نعزوا الثقه والاحترام، وكيفاش نحسنوا مجموعه ديال الاشياء. يعني هذا الشيء كامل تلاحظوا راه كاين في التوجيه، كاين في المشوره، كاين في مجموعه ديال الاشياء اللي مهمه.
دونك هنا اللي بينا نقولوا بخلاف ملي تنتكلموا على الكوتشين هنا ما تنفضلوش يعني بين المهن الا تنتكلموا على الكوتشين راه تنخليو لا بيرسون راه براسو راه هو اللي تيعرف اشنو غايدير. دونك الا جينا نتكلموا على الكوتشين اخوان الكوتشين الازواج يعني تنسميو حنا لو كوبل حتى هو راه عنده واحد لو تريونكل كنخدموا به يعني اعمق بكثير من تنخدموا به في الكوتشي العادي يعني حتى هو راه عندهم الوعي وشنو هما لي زاكسيون اللي تناخذ وكيفاش هاد لي زاكسيون اللي خديت يعني تنخذهم بكل ثقه. الا جينا نفسرو اخواني اخوتي الكرام هاد الوعي الا جينا نخدمو يعني راه قبل ملي تنخدمو اول حاجه ديك السن الاولى يعني كاين تيسميوها الناس اللي داخلين في اونيفو ديال الكوتشين غولاسيونيل تيسميوها الكوبيراتيف التعاون تيسميوها الحوار الكونفرساسيون تيسميوها بهذا الشكل. علاش؟ كيفاش انا هادوك جوج الازواج اللي معايا كيفاش رفع عليهم الوعي من خلال نشوف المحادثات ديالهم فيما بينهم واش كاين تعاون في الحوار ديالهم ولا كاين شي حاجه الاخر اشنو بغى ياكل يعني تنشوف حتى داك اداب الحوار فيما بينهم انا ككوتش حيت تنقدم كمراقب وطلع وتنشوف لا بيرسون كي تيقول شوف لا بيرسون تيقول تنشوف واش عندهم داك الاستماع الجيد. لاحظتوا راه فرق كبير بين الارشاد وبين هنا علاش حيت هما خصهم يحسوا براسو واش فعلا عنده ليكوت اكتيف بينو بين زوجة واش فعلا كي حاضر معاه وحاضره معاه يعني كيفاش تكون رده الفعل ملي تقول هي واحد الكلام معين ولا تقول واحد التعليق معين كيفاش يطرح السؤال عليه وكيفاش هو تيجاوب كيفاش تيكون حتى التغييرات الا قال لها شي سؤال ولا قالت لي سؤال ماشي هو هذاك يعني هادو اشياء كامل حنا ملي تنرفعوا هذا الوعي على الاقل باش حنا تندخلوا الاشياء هاكي بينا نخدموا بينو وبينكم هاكي بينا تخدموا بيناتكم يعني بحال تواصلنا واحد الاتفاقيات الشراكه بيناتهم راه تنسميوها حنا في الكوتشين غولاسيون اتفاقيات الحوار يعني ملي تعرفوا اشنو غنديروا دائما في المرحله الاولى ديال الكوبيراتيف داخل انا ككوتش وداخلين هما كازواج يعني تيكون واحد الحوار عام حوار شامل باش نخدموا. دونك دائما حنا في رفع الوعي اش تيجي عاوتاني. دونك حنا من خلال حنا ملي تنخدموا دابا تنوريكم كوتشي الازواج راه شيء مختلف على الكوتشي العادي. هنا اش نقولوا حنا اي حاجه حنا بين الازواج واش ركزوا على الايجابيات ولا السلبيات في نظركم أستاذ ذاكرة؟ استاذ السلام عليكم ممكن تعد استاذ السلام عليكم مرحبا استاذ الكريم مرحبا سي استاذ لاباس الله يبارك فيك بارك الله فيك استاذ ممكن تعاود السؤال ما سمعتك مزيان استاذ اذا كان ممكن هنا منين حنا تندخلوا للحوار ودرنا الاتفاق وغادي نخدموا الجلسه واش نركزوا على ما يدور في الحوار على كل ما هو ايجابي ولا كل ما هو سلبي ولماذا؟ السلام عليكم. عليكم السلام استاذه كريمه. انا كنظن الصراحه خصنا بجوج الايجابي نركزوا عليه باش نعززوا باش هما يحسوا به اصلا واش كاين ولا ما كاينش علاقه مع المرات كيكونوا بزاف الحوايج الايجابيين وكيبانوا عاديين زعما مع الايام كيدوزوا داكشي كتولي تكون اون دوني عند لا بيرسون يعني ما كتعتبرهاش شي حاجه بوزيتيف. وي وفعلا كيفاش تحاول تلقاو مزيان شكرا استاذ امان. شي مداخله اخرى استاذ كريم ايت حسن؟ لا بالنسبه في هذه الجانبه استاذ كما قالت الاخت خصنا نشوفوا ما هو ايجابي وما هو سلبي. الايجابي ديك بوركوا هي اللي بغينا علاش فوالا يعني ذاك الايجابي يعني خصنا ننميه ويكون واحد لا ديفلوبمون في هذا لو كوتي بوزيتيف وبالنسبه باش ننميه ونزيدوا فيه شي حاجه الا كاينه خاصه وبالنسبه للكوتي نيجاتيف بالنسبه للحوايج السلبيين يعني كل واحد خصو يشوف شنو هما الحوايج اللي فيه ناقصين مثلا الزوجه تشوف الحوايج اللي ناقصين والزوج كذلك يعني باش يكون واحد التقارب ما بين الاطراف بجوج يعني ضروري يكون واحد تنازل ما بين شخصين ما يمكنش واحد مثلا نازل وواحد طالع يعني يكون واحد اللي كيليبر بيناتهم استاذ وحنا ما بغيناش نديرو لهم الصلح ما داخلينش حنا في الوسطه ما داخلينش في الصلح ما داخلينش وي لا غير استاذ استاذ وي استاذ نتكلم انا ولا كاين شي عاودنا السؤال بس السؤال ما سمعتوش كاين شي اصوات استاذ كان ما كنسمعوش مزيان عنده الميكرو يبلوكيه ما بغيناش حنا نبلوكي كلشي شكرا
استاذ نجاوب استاذ جاوبي انا كتبت ثلاثه اجوبه حيت سمعت شي حد كيتكلم خفلا نكون قطعت له الهضره ولا شي حاجه. انا بالنسبه لي اول حاجه كنشوف هي ان خصنا نديروا عمليه مقاربه ولا تقارب الافكار. يعني راه كل واحد عنده واحد وجهه نظر اشنو هو السلبي واشنو هو الايجابي ليهم بجوج. يعني خصنا ندير واحد المعايير ماشي غير نجيو ونقولوا هذا سلبي هذا ايجابي. الا كنا كنهضروا مع الازواج واش غنهضروا معاهم بجوج بعدا في الاول ولا غنهضروا معاهم بوحدهم؟ دونك الا كان بوحدو ما فيها باس غنهضروا. انا من وجهه نظري لا واش داخلين بجوج او ميم طون غنهضروا معاهم بجوج او ميم طون كل واحد بوحدو وفي الازواج راه جايين بجوج حيت ما كاينش كلشي ما داخلش انا الوسطه. اه داكور حيت كاين بعض الازواج اللي ما كيبغوش يتكلموا قدام الازواج ديالهم. خصومه استاذه ما داخلينش خصومه هادو عندهم اهداف بيمشيو في حياتهم ماشي بيتلقوا ولا هادي ولا هادي هذا شيء اخر. داكشي داخل في الوسطه داخل في كيم داخل في خوش. دونك خصنا دونك انا من وجهه نظري غنحددوا الهدف يعني ما هو ايجابي يعني شنو بغيتي توصل ومن بعد غنرتكزوا على الاشياء اللي عندهم كما قالوا الاخوان اللي عندهم ناقصه. هذا مزيان. لا لاحظوا معي اخواني اخواتي الكرام حاولوا ديزاكتيفو الميكرو. لاحظوا معنا بانه في الكوتشي دائما تركزوا على الان والمستقبل. يعني اي حاجه ماضيه واي حاجه فات ما عجبانيش اشنو من الان ومستقبل شي حاجه اللي بغيتها نحسنها كيف ما كانت. كانت اعطيتها في المقياس ديال 4 بغيت نعطيها انا في المستقبل واحد 6 8. دونك هنا كي تنقولوا حنا راه مخي علاش انا ككوتش تنشوف ديك لا بيرسون وداك الشخص بانه يركزوا على الكلمات. علاش؟ حيت حنا جايين عندك باش هما حيت انا ما عندي ما نغير فيهم ما ندير فيهم. هو خصو يعرف اشنا هما الاشياء اللي تيعجبوه يعني من القيم ديالو اشنا هما الاشياء اللي ما تيعجبوش هما فيما بينهم. انا تنحاول هنا نوصل يعني نقدر نطرح سؤال على هي ونقول ما هو الراي ديالك ونقدر هو نطرح سؤال ونقول ما الراي ديالك واشنا هو اللي تقدروا تتفقوا عليه وتدخلوا ليه يعني اشنو فهمتي من الحوار ديالها. يعني كانني ككوش تنستمر اي كلمه ايجابيه وتنبني عليها السؤال ديالي. يعني تيبانوا بعض السلبيات ولكن ضروري ماشي نقول ما كاينش كاين ولكن خصهم يتحلوا بواحد الشكل اللي هو لائق واحد الشكل. يعني دائما خصنا نركزوا على الحل والايجابيات. هذا هو تنقولوا احنا بينا نجيو الكوتشين تركيز على الحل حيت مهم في كوتشي الازواج ما تركزوش على المشاكل. لا بنينا الحوار على المشاكل كون عليقين راه ما عمرنا راه حنا تنقولوا كوبل راه ديك الاو حتى ديك الملاحظه وديك الاوبورتونيتي باش انا يعني نقتنص ديك الفرصه تتبان لي في واحد المهاره هي ما بيناش ليه ولا في واحد المهاره هي المراه قالت لي شي حاجه هو يحبسها كاع اون فوا بور توت ولا هي فيها الراجل قال لها شي حاجه يتحبسها اون فوا بور توت. يعني تيقول لها انت هادشي تديريه مع البراني ما ديريش معايا انا. دونك هادو اشياء اللي تنقولهم. دونك حنا فين تنمشيو هنا اشي وقع حنا في الحوار انت ككوتش راه هنا حيت ما تتحاورش مع واحد تيقول لك انا راه انت يقول لك انا والاخر الزوج يقول لك انا والزوجه تقول لك انا وراه نتوما بجوج راه جايين بجوج الله يخليكم. خصنا نركزوا على داك الاتحاد. تنقول ليه راه انت شيء وانت شيء ولكن حنا راه خصنا تنقول بحال نغمضوا على ديك انا. الا بقيت تنقول انا 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 حيت انا تتخلق مشاكل وانت تتخلق مشاكل ولكن تنقولوا حنا راه تنمشيو سبحان الله تنحسوا الامور راه كاننا راه غاديين في واحد الطريق اللي مساويه راه حنا ازواج راه كنحتاجوا حتى وليداتنا. دونك هذا شيء اللي تيكون وتيرمزوا له هما في الكوبل تيرمزوا له بليديون. يعني تيقول لك حنا نحن ما غاديش نرمز حتى في الحوار تيقول لك انا راهي تيقول لك انا قول لي شكون انت دابا انتم راه اسره ازواج راه حنا. علاش؟ حيت انت باش ما تخليهش يدوس في ديك في داك تنقولوا حداك لو تريونغل دراماتيك ديك دا تنقولوا حنا داك مثلث الدراما وانا اللي تندير انا اللي تنفعل انا هكا لا نقولوا حنا. يعني خصو تنبقاو حنا غادي معاهم في الحوار حتى تعرف بانه راه ما يجري علي يجري عليك. دونك هنا كاينه الامور اللي كيفاش هنا فين تنقولوا واش انت ككوتش واش قادر باش في الجلسه يعني كيفاش تخليهم يلعبوا الادوار فيما بينهم بواحد الشكل اللي هو واضح في بيناتهم. يعني كيفاش هذه يحس بالاخر والاخر يحس بالاخر كاننا تنخدموا المناطق الثلاث. يعني انت راك اربيتر ولكن ما تطلقش عليهم حكم تتقول الاخر فوالا ودير بلاصتك بلاصتها تعاود يقول الاخر ودير بلاصتك بلاصتو ودابا انتم ديروا بلاصتكم وشوفوا حياتكم كيف تمشي. يعني كيفاش انا نخلي كل واحد في المكان ديالو ويحترم الاخر ويلعب الدور بشكل واضح
بينه زوج جوج هذه حنا دابا شنو للاسف شنو كاين عندنا هنا طاح لي واحد السؤال كاين الناس اللي تيجي عندك تقول لك انا تنغير اشنو بان لكم في الغيره استاذ ذاكره الغيره واش الغيره تتعبر على الحب واش دليل على حسب استاذ ها يعني الغيره على حسب يعني كاين الغيره اللي مبالغ فيها هذا مرض وكاين الغيره المحموده حنا شوفي حنا تنجيو على الغيره كامله واش الغيره واش دليل على الحب انا كنظن ان الغيره هذا دليل يعني على الانسان ما كتكونش عنده الثقه في نفسه ما عندوش الثقه في الشريك ديالو تماما لا كاينه لا طبيب مسمح لي سير الا هضرنا على الغيره بصفه عامه كنقولوا الغيره تتخلق مشاكل حيت الناس اللي جا عندك مشكل سير استاذ كمل استاذ امينه انا ملي كنفتح الميكرو كيدير صداع واقيلا من عندي المهم غنتكلم ولا داك الصداع غادي نوقف بالنسبه للغيره بصفه عامه ملي كنقولوا كلمه غيره يعني عندي غيره على البلاد عندي غيره على شيء معين يعني انا هذاك الشيء المعين انا كنقدروا عنده واحد القيمه عندي وبالتالي كتبان ديك الغيره عليه والا لما كنتش انا كنهتم به فما غيرش عليه لكن في الازواج ربما انها كتوصل للامتلاك ان انت ما خصك دير حتى حاجه دونك ما هذا دونك كنغير عليك ربما كتزيد كما قالت الاستاذه نبيله دونك كتولي مرض هذا اللي عندي استاذ شكرا استاذه فعلا هو حسب علماء ديال النفس يشوف بانه الغيره ما تعنيش دليل على الحب بينما تعني راه فعلا راه كاين شي حاجه في ذاتك انت كاين نقص ثقه ولا كاين نقص ثقه في الاخر علاش الناس راه اخواني الصوت عافاكم استاذ زيد شكرا راه ما بغيناش نبلوكيو بغينا نخليو الحوار غادي دونك هنا اخواني اخواتي الكرام من ناحيه نقول الغيره اللي تتخلق مشاكل بزاف غيره هكاك دونك هذا لا ليس بدليل قلتي يا استاذ واحد الكلمه استاذ امينه هذا دليل على التملك شي حويجات لا هذه لا قطع النفس لا دونك هادو الاشياء اللي كنخدموا بهم راه هاد المشاكل راه تتبان لينا بسيطه ولكن ملي تجيك تخدم بها تتبان لك الاشياء اللي صعيبه من تنقولوا حنا غيره لا ثق فيه ونثق فيك علاش حنا اصلا جمعنا كيفاش حنا مثلا تنقولوا حنا كاين مثلا تيقول لك حنا خليهم راه يعني مع الوقت غادي يتعلموا يعني اتعلم تقول كلمه زوينه يقول كلمه زوينه يعني كنقولوا حنا يتعلموا الحب يتعلموا كيفاش يتبادل الحب بيناتهم يتعلموا كيفاش يفهم شخصيه الاخر يفهم اشنو تيعجبو اشنو ما تيعجبو يعني كاين شي حوايج داخله كثيره في المجال ديال الكوتشين اللي تنخدموا واش فعلا تطلع واش هما غاديين تنقولوا حنا ما كاينش مشاعر ما كاينش حوار ما كاينش يعني كاين تحديات الحياه راه كلشي عنده تحديات الحياه انا العام انا زنقه نتوما الدار ولا بجوج حنا بزنقه نجيبوا واحد اللي قبلنا الدار يعني شي حويجات تنوليو وخاصه في هذا العصر اخواني اخواتي الكرام راه الامور مشات لينا وتخرقات علينا علاش حيت ما فاهمينش نفوسنا وكيفاش بغينا نفهموا الاخرين وهنا فين تيجي اخواني اخواتي الكرام الشيء العظيم اللي تيدار في هذا الكوتشي الازواج هو الذكاء العاطفي يعني الانتيليجونس ايموسيونيل اللي مهم جدا وملي تنتكلموا على الذكاء العاطفي يعني كيفاش انا تنتعامل مع الذات وتنتعامل مع الاخرين يعني راه انا نشوفوا الوعي الذاتي نشوفوا اداره الذات نشوفوا ذاك التفاعل الاجتماعي مع الاخرين نشوفوا الوعي الاجتماعي واش انا فاهم ولا ما فاهموش حيت راه اصلا ملي تنتكلم انا على الوعي الذاتي يعني تنتعرف على الانفعالات ديالي تنتعرف على المشاعر ديالي الخاصه على العواطف ديالي وهذا الشيء للاغلبيه ما تعرفهمش هذا مشكل وطلعوا دابا حتى مجموعه ديال الاعمال ومجموعه ديال الوظائف ولا تيطلبوا الذكاء العاطفي مهم كيفاش انا نشوف اشني الاشياء اللي تحفزني اشني الاشياء اللي تتبعدني يعني هادو اشياء كاملهم تيدخلوا في الوعي الذاتي دونك الانفعالات ديال واش تتلائم البيئه ديال ما تتلائمش ولا جينا نشوفوا يعني اداره الذات راه شيء اخر يعني اداره الدار ردات الفعل يعني اش نقولوا حنا اشنو هما مثلا الافكار اللي تتخليني او الاشياء اللي تتخليني تكون عند واحد ردات الفعل ايجابيه ولا سلبيه كيفاش انا تنعبر على نفسي بواحد الطريقه كيفاش انا فين تتكون استجابه مع الزوجه حسب المواقف كاين دابا اللي تيكون غير شيء بسيط تيتخاصموا عليه تبقى الخصام 3 شهور 10 شهور 5 شهور كاين تيبان لي خصام الامور تتعاود ترجع لمجراها ما عندناش مشكل الامور تتمشي عاديه لاحظنا راه هادشي كامل تنخدموه في المرحله ديال الوعي
يعني الا فهمنا الا كنت انا يعني انا عندي حوار مع ذاتي وفهم نفسي نقدر نفهم الاخر وندير المستحيل باش نفهم الاخر. يعني تيقول لك عندك ذكاء عاطفي عندك اسلوب باش تخدم عندك يعني الامور تتحضر. ولكن انا كاع هادشي هضر في علبائي وكيفاش هاد الناس يدوزوا لاكسيون يعني ما تنديرش معهم انا استشاره او ارشاد كيفاش نخليهم باش يواجهوا دوك المخاوف ديالهم. هما راه تيعيشوا في سقف واحد تحت سقف واحد راه عندهم وليدات راه كاين حياه كيفاش يتغلبوا على هذا الخوف ديالهم وهذا هو المشكل كيفاش يتغلبوا على التحديات ديالهم وهذا هو المشكل اللي تلقاو حنا في لي سيونس ديال لي كوتشين اللي تلقاو كيفاش نخليو داك لا بيرسون يدوز لاكسيون علاش كيفاش نخرجهم ديك لا زون كونفور. هذا هو الامر اللي تيكون. ولا جينا نتكلموا اخواني اخوتي الكرام اللي قلنا كيف ما يسمى كل ما يتعلق اجتماعي الوعي الاجتماعي الوعي الاجتماعي يعني انا راه عندي حمته في الوعي الاجتماعي ما عايش انا بوحدي المراه راه عايش انا والمراه راه كاين جيران راه كاين باها كاين مها كاين اسره كاين يعني واش انا فعلا تيقول لك ها حنا نجيو البادي لانجويج واش نقرا دوك الاشارات العاطفيه يعني من خلال القنوات يعني الانسان ما فهمش راسو بيفهم الاخر لا يمكن. وهادو اشياء تيتخدموا كاملهم تيخدموا بالاستبيانات تيخدموا يعني بتمارين اللي رائعه جدا جدا ومن بين التمارين اللي تنخدموها راه كاين واحد النموذج ديال ساتر اللي رائع جدا جدا في التواصل اللي تخدموه كامله بينات راه من الاشياء اللي قالت لك تنقولوا حنا تنقولوا اللغه ولا تقول لك اللغه المتنايه او الدقه في اللغه راه عند فيرجينا ساتير اللي رائعه جدا جدا اللي كانت تدير العلاج الاسري ما بقاش الازواج يعني كاملهم تديروا العلاج. دونك هنا اشنو هما مثلا اشنو هما اشنو من القيم يعني اللي تنختار اللي تتعلق بالهدف ديالي مع ديك الزوجه. وهنا من تنقولوا التفاعل الاجتماعي تتلقى مع مرات الزوج ولا الزوجه يعني خرج راسها على عائلته ولا الزوج خرج رئيس على عائلتها يعني فين هو داك مشاركه الاخرين فين هو داك التفاعل الاجتماعي كيفاش نفهم الاخرين كيفاش نحقق انا اهداف والاهداف تكون متعلقه حتى بالعائله ديالها. دونك هادو اشياء اللي تلقاو فيهم مشاكل يعني كيفاش نخدموهم. كاين عاوتاني فن التعامل اداره الازمات والاولويات تتلقى الاسره بعض المرات راه شي ما فهمش. وكاين بعض الاسره خدمت معاهم هيرمان فعلا اللي كان تيجيهم واحد الولد ولا بنت يقول لك هذاك ما فاهمينش معاه حنا فاهمين فيما بيننا ماشي عائله ماشي جوج ماشي ثلاثه منين تيفهموا غير الامر ترفع عليهم غير الوعي كل واحد كيتفكر وكل واحد كيتغياج وكل واحد اش تيهمو ولات الامور تتصاوب عندهم على الاقل فهمت انا ذاك الولد اشنو عنده. هذا الشيء وقع اخواني اخواتي الكرام. حنا تلاحظوا بعض الاسر تيجيو اما نفجر الامور اما يعني نتجاهل الامور هذه جوج حويجات اما هذه ولكن راه الامور ما تتمشيش هكا في العلاقات الزوجيه. العلاقات الزوجيه راه شيء اخر وخاصه كوتشين الازواج. دونك هنا اشي وقع لنا اخواني اخواتي الكرام كاين حنا ما تنقدروش حتى في حياتنا حتى في تربيتنا ما تنعبروش على المشاعر ديالنا. ولاحظوا معايا هذه الصوره وهذه الصوره نترجمها انا بالعربيه تيقول لك if we don't tell people how we feel how we will they know. انا ما تنقوليش كي تنحس كيفاش هو بيحس بيا احنا بينا نجيو للواقع والتوقع اش نقول احنا في الواقع تيقول لك دابا انا راه خصك تفهميني راه خصك انا الا دير هكا خصك انت راه خصك اللي تفهميني انت اللي قربه ليا انا راه تنتوقع على الزوجه ديالي وديالها تنتوقع على الزوجه ديالي وديالها وتنطيحوا في المشاكل. ودوك هنا ملي تنتكلموا على هذه العلاقه واحد تيقول لك حيت راه شي بعيد ديال الواقع. علاش؟ حيت ملي تنتكلم على واقع اشنو اتفقنا بولا هل اللي ندير هل الواقع ديالنا هل اللي عندنا هل اللي ما عندنا على الصالير ديالنا. ولكن ملي تنجي اخواني اخواتي الكرام توقع تبدا تنقول انا متوقع منك زوجي باش دير لي ودير لي حتى الزوج يقول لك انا متوقع منك باش دير لي وديري لي وديري لي. دونك هادو اشياء هنا كل واحد عنده تصور خاص به. التصور من اش تيجي؟ راه تيجي من ثقافته تيجي. راه قالها جون غري الرجال من المريخ والنساء من الزهره كل واحد يجيهم كوكب وتلاقاو في الارض كيفاش نتفاهموا؟ كيفاش حنا نشوف هذه الحياه مزيان؟ وهنا فين تيوقع المشكل. دونك هنا اش تنقولوا؟ الى ما انا كنت المشاعر ديالي تنطرحهم يعني بوضوح راه ما تستناش داك اللي قدامي باش يفهمني باش نقول ليه لا خصك تفهمني. وهذا مشكل تيوقع يعني بين الناس بزاف. دونك باختصار اخواني اخواتي الكرام باش نخليو السيبو حتى هو يدخل الحوار ويقدم لنا يعني ك ك كخلاصه عامه يعني هذا الشيء كامل راه حنا ملي تيجيو عند كوتشين ازواج راه تيعيشوا بعض المرات عندهم واحد تيوقعوا واحد الذبذبات عندهم في العلاقات ديالهم كازواج.
ولا عاوتاني تيكون عندهم ان بلوكاج بسيكولوجيك ما تيقدرش واحد يعبر على نفسه ولا يعبر. هادو من الاشياء اللي تيكونوا عاوتاني ما تيقدرش ياكسبتي بصعوبه شي اكسبتي سلوكيات الاخر ما تيفهمش، ولكن داكشي تيتطلع ايطا بار ايطا. دونك كيفاش عاوتاني خصني انا دائما راه خصني نكون ديبوندون لاخر خاصه في الجانب العاطفي؟ لا خصنا نكونوا راه حنا انترديبوندونس ماشي واحد لما كان ما كاين حتى شي حاجه. دونك ملي تيجيو عندنا حنا كيفاش تنحسنوا لهم، يعني يفهموا نفوسهم، يفهموا لونطراج ديالهم، يفهموا الكومينيكاسيون ديالهم، ويفهموا حتى الذكاء العاطفي ديالهم، تولي عندهم واحد الذكاء باش تيمشي مزيان. تنقول راه انت الزوجه راه الا بغيتي تمشي مثلا الدار بغيتي تجهزها، وبغيتي تمشي نشري مثلا واحد الثلاجه، نشري واحد البوطه، ولا نشري واحد الطوموبيل باغ اكزومبل. دونك تنفكر كيفاش بغيتها، كي بغيت نجيبها، اش من لون، واش تتاكل ما تتاكل. ولكن الزواج راه شيء اخر، راه ماشي بحال هكا تنخذوا لان تنتعاملوا مع انسان. نكتفي انا بهذا القدر، نخليو سيبوه باش هو يفيدنا ويعطينا الكثير الكثير الكثير. مرحبا سيدي بو. لا حدك سيدي حسن، قبل ما نتكلم انا كاين يعني حسين هز يدي يتدخل. تفضل استاذ كريم. كاين بغا يتدخل، عرف الاي ديالو. قبيله سيدي القاعيات مسكين. حسين تفضل. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام، مرحبا تفضل. بارك الله فيك استاذ. بغيت غير نرجع للقضيه ديال الغيره استاذ. نعم. انا في نظري الغيره كتولد غير ماشي كتولد، هي نتيجه لعدم الثقه في الشخص ذاك ذاته، وكتعطينا حتى عدم الثقه في الاخر. داك الجانب، داك الزوج ولا داك الزوجه الاخر، حتى هو كيف كتفقد ديك الثقه في راسه هو اصلا. يعني مادام كاين الزواج واحد المده طويله مثلا، وحنا عارفين بيناتنا ما عمر وقع شي كونفلي ولا اي حاجه، يعني لا داعي انه يدخلوا في دوك، يعني حتى ديك 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 الغيره راه كتجيب غير المشاكل. هادشي اللي بغيت ندخله استاذ. شكرا سيدي حسين، الله يحفظك. حسين الله يحفظك، بارك الله فيك استاذ. يعني في الحقيقة يعني الكلام ديال السي حسن هو أرضية خصبة ودسمة، يعني أنها بحاجة إلى مزيد، يعني نزيدو نناقشوا، لأن اللقاء اليوم راه لقاء أولي، ستكون لقاءات أخرى إن شاء الله ستالي، واللي كان مبرمج عندنا هو التاسعة والنصف العاشرة والنصف، دونك باش ما نتجاوزوش الوقت اللي محدد. أنا باغي ندير تعليق ونفتح مجال المناقشة، لأن الكلام اللي تقدم به السي حسن مهم. فآخر ما قال هو أن العلاقة الزوجية أصلاً هي علاقة يعني لا تبنى إلا على المحبة، على التجاذب، على الارتياح المتبادل بين الطرفين، بين الشريكين. وهذه المسألة أيها الأفاضل الكرام كتجعلنا أننا في هذا الدور ديال الكوتشين دو كوبل راه مقسومة لجوج. مقسوم أولاً الجانب اللي يفيد إنسان بغى ياخذ فوائد باش يتبقى في حياته، هذا الشق اللي هو عام عندنا كاملين. لكن كاين واحد الشق اخر، لان معنا في القاعه ديال كوتش اللي داروا لايف كوتشين وداروا بزاف الحوايج، اي باغيين ياخذوا المهنه او ياخذوا الاليات وياخذوا المهارات باش يطبقوها في اطار الجلسات ديالهم. اذا حنا في الدوره ديالتنا غادي يكون واحد النوع ديال المزيج بين اللي بغى يطبق واللي بغى زعما يطبقها سوغ لو شون على ذاته وعلى اسرته، يعني في العلاقه الزوجيه ديالته، ولا باغي انه ياخذها كمهاره باش انه ينقذ يعني علاقه زوجيه من الضياع، او يدعم علاقه زوجيه باش تستقم على الطريق وتمشي في المسار الصحيح. يعني اخر ما ختم به سي حسن الكلام ديالو هو الذكاء العاطفي. لماذا بالضبط فقش الذكاءات اللي يعني اللي حطها غراندر في النظريه ديالته المعاصره، وهي الذكاءات المتعدده اللي معروفه عندنا، الذكاء الرياضي، الذكاء يعني الشخصي، الذكاء الموسيقي الى غير ذلك، ولكن يحتل الذكاء العاطفي الانتيليجونس ايموشنال اللي هي الشيء اللي كيصبح رقم واحد في العلاقه الزوجيه، لانه عنده اربعه الابعاد. هو هذا الذكاء العاطفي عنده اربعه الابعاد، وانا باغي ناكد على هذه النقطه اللي هي اول بند الذكاء العاطفي هو الوعي الذاتي. لان اصلا فاش خلقنا الله سبحانه وتعالى وخلق العلاقه الزوجيه، يعني كما جاء في كتابه العزيز
يعني خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا المودة والرحمة رها بعد عندها بعد عاطفي، بعد اللي هو سنتيمنتال، البعد اللي هو عنده علاقة بالأحاسيس بالعواطف بالداخل الإنسان. إذا الذكاء العاطفي فيه أربعة فيه نقولهم كاملين ونركز على الأولانية، فيه الوعي الذاتي وفيه إدارة الذات مراها ومراها الوعي الاجتماعي، والرابعة إدارة العلاقات. إذا لاحظوا هذه الربعة هادو إذا كانوا عند الزوجين غادي يعطينا واحد النوع ديال الرشد في العلاقة الزوجية. ولكن البداية ليكرو انوا ليكرو ما كيبان والو، سي نورمال ياك ما كاينش، ما غير يكبر لكم سي حسن هو اللي متحكم في الامر يتحكم. يعني سي حسن خلينا غير خلي لك الكرون ديال سميتو العنوان ديال، انا ما عنديش لا سلايد، ما كنتكلم معكم فرطا ما بغيتش مانيش معك. شكرا الله يحفظك على الكلام على التنبيه الى فعل الكرون هو فعلا. قلت يعني ان المساله اللي متعلقه باول بند بالبنود ديال الذكاء العاطفي اللي هو كيعطينا الطبيعه ديال العلاقه الزوجيه، يعني نجمعها بالفكره ونطلع واحد المساله ممكن نشوفوا نقولوا سميتو الميكرو. شكرا لكم. اذا قلت بالنسبه للوعي الذاتي وهو لإعادة الاتصال بذواتنا، إذن الكوتشين الأزواج لا الزوج ولا الزوجة إذا عندهم رغبة وعندهم قابلية، لأن بين قوسين كنقول واحد الكلمة وهي كاين دي جون لي سون انكوتشابل، دي جون كي سون انكوتشابل صافيغ باللي ما عندوش كاع رغبة أصلا باش يرشد العلاقة الزوجية ديالتو أو أنه يمشي المسار اللي يعطيه السعادة ويعطيه التفاهم ويعطيه راحة البال ويعطيه السلام الداخلي. ما عندناش الرغبة هذه أصلا، ما عندناش الوعي، ما جالوش الميموار ديالو، مازال ما جاش الوعي ديالو الكونسيون ديالو. إذا احنا كنتكلموا على الإنسان اللي واعي ووصل عنده واحد نسبة ديال الرغبة وديال القابلية أنه فعلا ياخذ يعني مهارات ويعرف إرشادات ويعرف أشياء كثيرة جدا يجعله أنه فعلا يستقم في حياة الزوجية ديالته. إذا الوعي الذاتي نعطي عنوان منه هو إعادة الاتصال بالذات. أنا بغيت نشوف الأحبة الكرام معايا في القاعة شنو كاين أشياء قصدوا بالوعي الذاتي. يعني كل واحد الزوجين اللي باغيين يرشدوا حياتهم الزوجية من جميع النواحي ديالها، ماذا نقصد بالوعي الذاتي أصلا؟ ما رأيكم في الكلمة؟ شكون أش كنفهموا منها؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي. مرحبا. في نظري كي دايرين بعدا لاباس عليكم؟ الحمد لله الله يحفظكم ويطول بال عليكم. انا في نظري الوعي الذاتي على حسب هذاك الشيء اللي عارفه، ان الوعي الذاتي هي معرفه الذات، يعني الانسان تيعرف نقاط القوه ديالو ونقاط الضعف وكيعرف ما له وما عليه، يعني انك يكون واحد التصالح مع الذات، لا بالنسبه للزوج ولا بالنسبه للزوجة، يعني كيعرفوا شنو اللي عندهم شنو اللي ما عندهمش، يعني كيعرفوا نقاط القوة نقاط الضعف، يعني الإنسان كيكون عارف ذاته عارف شنو عنده وشنو اللي ما عنده. ممتاز. وفعلا الذات ندخل آخر. شكرا لك يا أستاذة الكريمة. كاين ندخل آخر قضية الوعي الذاتي. السلام عليكم. تفضل أستاذ. تفضل. مرحبا. تفضل. مرحبا. السلام عليكم أستاذ. قضية بارك الله فيك أستاذ، هذا الجانب هذا تدخل فيها أستاذ ما هو ثقافي بالنسبة للأزواج، يعني الزوج على حسب المستوى الثقافي ديالو والمستوى الأخلاقي ديالو، يعني إذا كان واحد الشخص مثلا عنده واحد المستوى الثقافي كبير والآخر عنده مستوى متدني مثلا ولا مستوى هذا، يعني هنا تيكون واحد الفرق ما بين ما بين ما بين ما بين انسجام ما بين الطرفين، حتى القضيه ديال لا بيرسوناليتي ديال الشخص، كاين واحد الجانب واحد الشخص على حسب الشخصيه ديال الانسان، كاين واحد الانسان اللي ممكن يتفاهم، كاين واحد الانسان اللي كما تيقولوا بالدارجه المغربيه ولو طارت معزه، يعني كيشد في داك الجانب ديالو، راه هو راه عارف مثلا راه كحل مثلا لا تيقول لك هو بيض
فهمتي الطرح ديالي استاذ؟ انا كنت كلام يعني كنت دابا لي كونسيبسيون ديال لا بيرسون، يعني كيفاش كيشوف الاشياء، كيفاش كيحلل الاشياء، كيفاش كيحلل الواقع، كيفاش كيعرف العلاقه الزوجيه، التعامل مع الناس، التعامل مع التربيه. يعني كتقصد هذا الشيء كتقصد الثقافه؟ وي وي المستوى الثقافي والمستوى الدراسي حتى هو راه كيلعب دور، وحتى الجانب لا بيرسون الشخصيه ديالو، البنيه ديال الشخصيه ديالو. اذا الوعي الذاتي، يعني الوعي الذاتي او الوعي بالذات او معرفه الذات، هي قبل ما نشوفوا يعني نشوفوا لوطا نبيله. السلام عليكم. عايش السلام. كملتي استاذ كريم؟ كملتي بعدا؟ كملتي استاذ صافي. كنشكر المساهمه اللي فاقنا قصتي شي نقاط مهمه. مرحبا استاذ كريم. ممكن نهضروا؟ ممكن. مرحبا. وي تفضلي. بالنسبه للوعي الذاتي، وخصوصا انا ما بين الازواج اللي حنايا كنذكروا عليه، هو ان لا من الزوجه ولا من الزوج كيخصهم يعرفوا راسهم هما علاش زوجوا، شنو هو الهدف ديالهم الزواج. خصهم يعرفوا يعني الطريقه اللي كيفكروا بها هما، والطريقه اللي كيفكر بها الشريك الاخر، يعرفوا الانماط ديالهم باش يقدروا يتفاهموا مع بعضياتهم. بهذا الطريق. نعم كملي. وخصهم يعرفوا يعني يلاحظوا المواقف اللي كيمروا فيها في الحياه ديالهم ويحللوها، ماشي كيعيشوا غير هكذا وصافي، او لا كنعملوا الاسقاط على الشريك، او لا هو اللي كيتحمل المسؤوليه. راه كل واحد كيتحمل المسؤوليه براسه، يعني هادشي هذا كيخصهم هما يكونوا عندهم رفع الوعي، يعني وصلوا لواحد الادراك انهما المسؤولين على ديك العلاقه، كل واحد مسؤول على ديك العلاقه. ماشي كنعملوا اسقاط على الطرف الاخر، لان انا اختاريتك وانت اختاريتيني، بالمعنى انتينا مسؤول وانا مسؤوله. ملي غادي نوصلوا لهاد الوعي هذا، ديك الساعه كنقدروا نحيدوا من الاسقاطات اللي هما سبب وتأنيب الضامر وبزاف ديال الحوايج اللي هما السبب في المشاكل اللي كيكونوا ما بين الازواج، لان التراشق بالحجاره راه هو السبب اللي كيهدم العلاقات، وكل واحد كيكون ريسبونسابل ديال التعامل ديالو مع راسو ومع الطرف الاخر. يعني كيخصنا نفهموا بعضياتنا ونفهموا راسنا. هو شكرا استاذه الكريمه. هو يعني اللي كاين في علم النفس، علم النفس الان اللي هو متعلق بالتنميه الشخصيه وبشكل عام، الوعي الذاتي فيه يعني هو دققوا مزيان في الجانب ديال كي الوعي بالذات، وهو يعني في غض النظر على الطرف الاخر. دابا انا كزوج بغض النظر على الزوجه ديالي، انا اشنو انا واعي بذاتي، كنعرف الادراكات ديالي. لان في التنميه البشريه عموما، وهذا كان خط به الجميع، التنميه البشريه يقول شنو هو الخلاصه الا لقى شي واحد مثلا شنو هي التنميه البشريه، هذا الكوتشين وهذا الارشاد وهذا الوساطه وهذا الشيء كامل داخل في صناعه الانسان، في تنميه الانسان، في بناء الانسان، باش يكون الانسان اللي بغاه الله مكرم معزز، يعيش الحياه اللي فعلا كتكون راضيه مرضيه. ففي علم النفس كيقولوا على ان شنو هو الوعي الذاتي، هو يعرف الانسان راسه. بمعنى كيفاش يعرف راسه؟ بمعنى هو ان راه داز واحد المراحل ديال العمر من الصغر، من كان الجنين، من تولد السنتين الاولتين الى حدود فات المراهقه، الى زاد الرشد، الى غير ذلك. هذا المسار كله عطى شخصيته بغض النظر على الطرف الاخر او على الناس وكل شيء. دابا بوحدو اللون بوحدو، شكون انا؟ من انا؟ شنو هي الامور اللي عندي كخصائص؟ وكنقصد بها الادراكات ديالي، يعني لا كونسيبسيون دي شوز، كيفاش كنشوف مثلا الحياه، كيفاش كنشوف الناس، كيفاش كنشوف المال، كيفاش كنشوف العلاقه الزوجيه، كيفاش كنشوف مثلا الذات، الى غير ذلك من الامور، كيفاش كنشوف الدين، الاسره، الى غير ذلك. نقاط القوه اللي ذكرتها الاخت في البدايه، نقاط القوه، نقاط الضعف، يعني الادراك، وهو كيفاش الانسان عنده ديكسيونير ديالو. كيفاش كنقصد الديكسيونير ديالو او المعجم ديالو؟ الى عطيت مثلا واحد المصطلح، قلت مثلا الزواج، ودوزناه بيناتنا الان كاملين في القاعه، غادي كل واحد غادي يعطي التفسير ديالو، كيتسمى الادراك ديالو للزواج، اي كيفاش فهموا
من الصغر ديالو، من تربيته، من الرؤيه الاب والام ديالو، من الناس لا فامي ديالو، كيفاش تزوجوا، كيفاش كيسمع في الثقافه كما ذكر الاخ قبيله، الثقافه السائده الى غير ذلك. هذا الادراك هو اللي كيعطي المرجعيه، بمعنى بحال كانني انا بنك ديال المعلومات، بنك ديال الرؤى ديال التحليل، وكيفاش كنشوف الاشياء. دونك انا جو رياجي في الواقع على حسب لي كونسيبسيون والبنك ديال المعلومات وديال الخبرات وديال التجارب وديال يعني الاشياء اللي عندي، معتقدات لي كرويونس يعني والقيم لي فالور فاليوز الى غير ذلك. فهاد المنظومه ديال الشخصيه تعطيني الكينونه الذاتيه ديالتي. اذا انا واش عارف راسي مزيان، عارف لي بوين فوغ ديالي بوين فيبل. وهنا قال السي حسن قبل واحد النقطه، شحال من واحد كيبغي يشوف راسو في المرايه بالدارجه، نقولها بالدارجه، كيتفاجئ راه كتكون كتصاوب حالتك وتصاوب الهندام ديالك، ولكن ربما تمشي للمرايه كتقول يا مشات ما جاش عليا مشات. لان انا كيفاش الانسان يشوف راسو في المرايه الذاتيه ديالو؟ وده ضروري يخضع لمجموعه المقاييس، مجموعه ديال الاشياء اللي هي علميه اللي كتجعلو انه يعطي ويشوف قدامه نفسه كتاب مفتوح. وهاد النقطه كيعرفوها في علم النفس، كيقول لك ان الوعي الذاتي، وعلى فكره ما تنساش قلنا في البدايه، تشكل البند الاول من الذكاء العاطفي. يعني هذا الوعي الذاتي هو اللي كيعطي الانسان واحد النوع ديال نعرف انا اش عندي. ومن ثم اش كيدير الانسان؟ كيبقى يقول عندي هذا لو بوين فيبل هنا، عندي هذه النقطه قويه خصني ننميها، عندي هذا لو جون غدا. حتى ان المقبلين على الزواج الى خضعوا لهذا الوعي الذاتي وداروه قبل يقبل على الزواج، كيقدوا يعالجوا مجموعه امور قبل الدخول العلاقه الزوجيه. وكتكون واحد النسبه ديال النجاح في الزواج كتكون قويه. لماذا؟ لانهم خدموا على ذواتهم قبل ما يلتزموا ما يدخلوا كما يقولوا القفص الزوجي، وان كان لا احبذ استعمال هذا المصطلح ديال القفص الزوجيه. ولذلك يعني نجيبوا هنا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كيقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. بمعنى شنو هي الباءة؟ الباءة هي القدرة، والقدرة هنا ماشي فقط عنده دار، عنده ماندا، عنده سيارة، نو، لأن القدرة هنا قدرة عاطفية، القدرة التواصلية، القدرة النفسية، القدرة يعني العاطفية فيها قدرة شاملة ماشي فقط غير المادية، لأن الزواج هي تبادل عواطف معينة. ومن ثم انا كنضم الصوت ديال الاخت كريمه اللي تكلمات قبيله على يعرفوا الزواج ديالهم شكون هو. هذا هو الوعي الذاتي. الوعي الذاتي كيدوز اولا الجانب الذاتي وكينتقل عاد الوعي بالاخر وهي الثالثه. لكن قبل ما نديروا الثالثه خصنا الثانيه بعدا. شنو هي؟ بعد ما كنعرف راسي وعيت براسي مزيان، اش كندير؟ كناخذ التليكوموند ديالي كنشدها في يدي، يعني كيصبح عندي القدره على إدارة الذات. يعني بمعنى الإدارة وهي كيفاش ندير يجي الطاقة ديالتي في الاتجاه اللي كيعطيني السعادة والمودة والرحمة اللي أنا كنبغيها. إذا في الكوتشين ديال الأزواج نحن بحاجة إلى كل واحد فينا المتزوجين أو المقبلين أو حتى اللي وقع لهم طلاق وقع لهم فراق، لأن هذه الحياة كتجيب هذه وتجيب هذه، يعرفوا واش فعلا هذا الحال اللي راهم فيه هما الآن، سواء كانوا متزوجين ولا قبل ولا بعد، واش فعلا راهم عندهم وعي ذاتي. جاتنا بالكرامة. إذا احنا بك قلت على المسألة اللي بغيت نجيب في إطار ديال الذكاء العاطفي، فهاد الوعي الذاتي وإدارة الذات هما المنطلق. غير كيفاش كنديروا هذا؟ نشوفوا واش انا في الدوره ديالنا غادي نشوفوا طريقه تحقيق الوعي الذاتي. وفي علم النفس كيقول لك على انه معرفه الفرد لذاته حقيقه، ماشي انا عارف راسي، لا، حقيقه. شنو هي حقيقه؟ يجب ان يخضع الى مقاييس علميه اكاديميه اللي هي كتعطيه تحليل ذاته. كاين طبعا ديال ان ال بي ديال فيرجينيا ساتر، كاين ديال ماير برينز ديال ال بي تي اي، كاين ديال هيرمان، كاين ديال ديسك، كاين عرام ديال المقاييس اللي هي علميه ومعاصره
وتثبتات الهضره ديالها في الواقع ديال يعني ديال معرفه الشخص ذاته، ويشوف راسه في المرايه مزيان، ويخمل راسه من جديد باش يحط راسه على السكه قبل بعد ان كان لا يعرف نفسه. ولذلك الاخطر مرحله، نختم كلامي، اخطر مرحله عند الانسان هو انه يكون في الصنف ديال انسان لا يعلم انه لا يعلم، يعني هو في مشكل وفي وضعيه لا يحسد عليها، ولكن هو ليس له وعي بما هو فيه. اذا سننقله من ديك المرحله الى مرحله جديده، وهي مرحله تحصيل الوعي الذاتي وتحصيل معرفه الذات، ومن ثم اداره الذات. اذا اشنو هي التنميه البشريه احباب الكلام عموما؟ وهذا الكوتشين ديال الازواج هي جوج ديال الافراد، زوج وزوجه، ما كانوش ديك الساعه عندهم علاقه، دابا بغات تكون عندهم علاقه. هذا عنده الوعي الذاتي وعارف اداره الذات، وهذا عنده الوعي الذاتي وعارف اداره الذات، لكن شنو بيناتهم؟ لابد يكون البنت الثالث والبنت الرابع، وهو الوعي الاجتماعي ثم اداره العلاقات. وهذا الربعه عاد كيجتمعوا كيعطيونا نجاح العلاقه الزوجيه. اذا كل واحد احباب الكرام في تفاصيل، ومن بعد كيجي ديك الساعه الوعي الزواجي، شنو هو الزواج وشنو هو دائره الزواج تتغى، والوعي بالواقع الذي هم فيه والمأمول الذي يرجون يعني الوصول اليه. سيدي حسن كنت تفرجوا في المرجع. شكرا لك استاذ. لا سمحتي. تفضلي استاذ. مرحبا تفضلي استاذ. السلام عليكم. كنت ذكرتي استاذ بالنسبه للوعي الذاتي، دونك حنا نعرفوا القيم، الانسان غادي او الزوج او الزوجه يعرف القيم، يعرف المعتقدات الى غير ذلك، لي بوين فور هادو النقط الى غير ذلك اللي ذكرتو، اللي ذكروا الاساتذه وذكرته استاذ. ومن بعد ذكرتي المقاييس، انا كنت نوضع سؤال في هذه النقطه هذه. مثلا كاين اشياء او كاينه انماط شخصيه اللي من الصعب على الزوج او الزوجه يعرف انه فيها، انه هو وقع فيها. مثلا النرجسي، مثلا الحساس، الشخصيه الحساسه. فانا مؤخرا كاينه كانت زوجه كتكلم وتمست بان لي انها شخصيه حساسه. كيفاش هاد الزوج او الزوجه غادي يعرفوا؟ واش هذا كاين السؤال ديالي هو واش من ضمن هاد لا فورماسيون، هاد التكوين، كاينه شي ادوات اللي غتساعدنا مثلا باش نعرفوا او باش نقولوا هالازواج يعرفوا راسهم عندهم هاد النمط، ولا عندهم هاد الاشياء اللي فيها اللي كتؤدي الخلل في العلاقه الى غير ذلك. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني هو مثلا ما كافيش انني نعرف ونوعى بذاتي، فضروري كيفاش انا، لكن هناك شي معايير او مقاييس او مراجع او مرجع يعني كيفاش نعرفوا الاخر. مثلا نعطيك مثال باش تعرف شنو علاش كنتكلم. انا عرفت مؤخرا في العائله كاين جوج حالات، ماشي حاله واحده، تتزوجوا بناس مرموقين عندهم دي كادر وداكشي، واذا بهم كيكونوا عندهم خلل عقلي، ماشي عقلي كاع في مره اللي خلاهم ينزاوي ويكونوا في زاويه، ولكن كيكونوا مرادة استاذ. راه يعني حالات. كيفاش هذا هو السؤال ديالي، يعني واخا ما يكونش الجواب، غير واش غيكون من ضمن لا فورماسيون كيفاش الزوج يعرف كيفاش واش كاين شي اشياء. شكرا لك على فرق الاسئله عميقه. وفعلا عندنا الدوره تحليل انماط الشخصيه، غادي نديرها معكم ان شاء الله، تحليل انماط الشخصيه، وهذا هو العنوان ديال الدكتوراه ديالي اصلا، لان الدكتوراه درتها في الاطروحه، درتها في اطار التوافق الزواجي من منظور تحليل انماط الشخصيه ومهارات الوساطه الاسريه. هذا هو هذه الاطروحه، وضمن الكلام ديال البحث كانت انماط الشخصيه. والنمط الشخصي كما قلت في البدايه هو ان حيت الانسان كيكون عنده رغبه، راه كاين اسماء الكريمه، وانت ككوتش وكانسانه مستشاره، دابا الا ما جاش الانسان عنده رغبه وباغي ينقد يعني الحياه الزوجيه ديالته وباغي يمشي، لا متزوجين طبعا، متزوجين، راه ما يمكنش يزيد القدام، لان اللي ما عندوش رغبه راه كيسد عليك. سي اون بيرسون كي ان كوتشابل، سافو دير ديجا هو بعدا سد عليك الباب، لكن غير تكون عنده رغبه غادي يقدر يمشي معاك مزيان. اذا كاين عندنا في الدوره تحليل انماط الشخصيه، المقاييس اللي غادي نشوفوها ان شاء الله. لكن كنرجع للنقطه اللي ذكرتيها السيده الكريمه،
وهي باش نتكلم على طريقه الخلل العقلي او بعض ماشي نقول خلل عقلي لا كنقول غير بعض ما يسمى اخطاء الفكر او ما يسمى تشوهات فكريه عند بعض الزوجين. غادي نشوفوا حتى هذه في اطار الدوره ديالنا ما يسمى يعني الجانب المتعلق بالجانب الفكري بمعنى النضج الفكري والنضج العقلي عند الزوجين. يعني كاين اربعه، كاين النضج العقلي والفكري، كاين النضج العاطفي او النفسي، كاين النضج الجسدي اللي هو البادي، وكاين النضج التواصلي او الاجتماعي. اربعه هاد الاربعه هادو بمعنى باش كنقولوا حنا دائما ننادي بمعنى ضروري اننا نركز على مرحله ما قبل الزواج. لكن حتى المتزوجين اذا كانت عندهم رغبه يمكن فعلا انقاذ. عندي كتاب هنا ديال فيليب يعني ما كرهت بزاف تقراو هذا الكتاب. هذا هو هذا الكتاب مهم جدا اللي هو يعني كيف تنقل علاقه الزوجين من النهايه. هذا كتاب من المراجع المهمه جدا هذا الكتاب هذا، وفيه تمارين وفيه مجموعه امور. هذا يعني اللي متزوجين وقع لهم كونفلي ممكن انه يعني يجيو لهنا نرجع للمراجع. واحد من المراجع اللي حنا ان شاء الله غادي نعتمد على مجموعه مراجع عشرات المراجع اللي غادي نعطيكم من الماده في الكوتشين دو كوبي. شكون اللي جعل هذه العلاقه اللي ذكرتيها في الكريمه اللي حتى تدخل العلاقه الزوجيه ولقاو راسو ان عندهم دي شوز ان 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 انورمال في التفكير ديالهم، العواطف ديالهم الحساسيه او النرجسيه او الانانيه، ليغو طالع او شيء من القبيل. هادو طبعا اذا كانت عندهم رغبه يمكن علاج كل شيء. لكن حيت الانسان كيحطك في الخانه يقول لك انا ما صافي ساليت انا ما متفاهميش انا كذا، ولا كيعتبر راسه هو من خلال الوعي الذاتي ديالو انه ماشي هو الخاطئ الى اخره، فهنا غادي يجي الامر ديال ان كنحكموا على العلاقه الزوجيه بدون هي. لكن نختم كلامي بهذه الكلمه، دائما الى كاين الرغبه وكاين القابليه فغادي نوصلوا للوعي الذاتي ومن ثم اداره الذات. كيبقى الانسان يقلب على العلاج ديالو ويقلب على التقويم ديالو وكيتقلب وكيقلب على التوبه. نقولها بمصطلح يعني ديال الدين ديالنا، التوبه انه كيتوب على التشوهات الفكريه، ولا عنده مرض يمشي يعالج راسه. وهنا كنشوف المقبلين على الزواج والمقبلات ان عشرات المحاور هما ندوز عليهم حتى هما في الكادر ديالنا. غادي يكونوا معنا ان شاء الله اللي شباب اللي مازال ما تزوجوش يعرفوا ان عشرات المحاور عشرات الاسئله كيخصهم يعرفوها في البدايه قبل الزواج وقبل عقد الزواج، ومنها الجانب الصحي والجانب النفسي اللي متعلق بالطرفين. وهذا الامر غادي نشوفوا التفاصيل ديالو ان شاء الله رب العالمين. ولكن كنعطيو الان مقدمات، كنعطيو الان بعض الارشادات في اطار معرفه اني الدوره ديالنا والمحتويات ديالها ان شاء الله في المستقبل. اني ما نبغيش حقا نطول عليكم علاش، لان اليوم راه اللقاء الاولي وكان فيه هذاك التاخر مع البرنامج الجديد اللي جابوا لنا السي حسن مشكورا. ولكن ان شاء الله غادي نديروا لقاءات الثانيه والثالثه والرابعه باش ان شاء الله نكونوا على وعي بما سنراه في هذه الدوره، سواء اللي بغى يطبق مباشره او اللي بغى يكون كوتش في العلاقه الزوجيه او كوتشين دو كوبل. سي حسن معنا؟ شكرا. معكم اسيدي معكم. اذا الحلقه نخاف نطولوا على الحبه، كنا غنديروا ساعه اليوم فقط نكتفي بهذا القدر هذا. لا عندكش تعليق مرحبا، وان شاء الله غادي نستانفوا ان شاء الله اللقاء الجاي ان شاء الله اطار لقاء، وغادي نديروا ان جروب ان شاء الله رب العالمين ديال كوتشين دو كوب. الحبه ديالنا ان شاء الله غادي يتوصلوا بالرابط ونديروا ان جروب باش يبقاو ان شاء الله يعرفوا اللقاءات كيفاش تكون، ونستمروا باذن الله في التحليل ومعرفه والتعريف بهذا الفن ديال كوتشين دو كوب على باش نكونوا على بصيره في ولوج هذه الدوره. احنا عارفين ان غادي كما كيقول ستيفن كوفي ابدا وعينك على النهايه. كلمه لك سي حسن مرحبا. شكرا سي بوغو، شكرا للاخوه الاخوات الكرام. ان شاء الله دابا توصلوا بالاسبوع المقبل باللقاء الاخر، واللقاء الاخر باش نرجعوا فيه يعني مجموعه ديال الاشياء والتقنيات اللي غادي تشوفوا. والنماذج كوتشين كوبل حيت كاين لا بليبار تيخلط بيناتهم، وما راه عنده نماذج اخرى، ومن النماذج اللي مهمه ما تيعرفوهاش يعني بليزيوغ بيرسون اللي تيخدموا لي في كوتشين غولاسيون كوبل هو ذاك تنقولوا حنا لو نوفو
لو غونوفو دو لافي، يعني كيفاش تنجدد انا حياتي خاصه في العلاقات، واش 20 سنه هي 30 سنه واش 30 سنه هي 40 سنه واش 40 سنه هي 50 سنه. للاسف تتلقى واحد 20 سنه وتبقى غادي حياته كامله هكا، كي كان تيفكر هكا تيبقى غادي. دونك هادو اشياء غادي نشوفوهم باذن الله، وان شاء الله ننتظروا اللقاء الاخر. دابا كي قال لكم سيبوا نصوبوا ان جروب، وديك الساعه اللي بغى يدخل فيه يدخل مرحبا. يلا أستاذ كرام ان شاء الله. شكرا بزاف، اللقاء كان ممتع أستاذ، الله يجزيكم بخير.